قلت بروح للعشق والحب وهيك من العنوان. أنا ما قريت، أنا بحب مازن طه، بحب نور الشكلي، بحب حمادة جمال الدين، بحب الحالة الإنتاجية. ما عرفت مين هي الشركة، اجوا لعندي هون هيك مثل منك، خطفوني خمس دقايق، وقع 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 وقعوني على المبلغ جدا تافه. فقلت أوكي، فيها عشق المسألة، فيها خليني أطلع من لون هذا السواد اللي ماشى عيوني أربع سنوات وأنا قاعد لوحدي بالبيت. قلت إيه بيشتغل. قريت الحلقة الأولى والثانية والثالثة، لقيت كل أشكال العنف اللي بالعالم بهذا العمل، كل أشكال القذائف اللي نازلة على أحياء فقيرة بهذا العالم، كل أشكال الخطف الحقير اللي عم يصير ببلدنا موجود بهذا العالم. خفي علي يا نور، شوي شوي علي. مازن عميل يعني فلتر، عميل شغلك الثاني. حمادة تعال اتفق أنا وياك عليها نخفف هذا الشغل، شغل متعب كتير، مرهق كتير. نعمل كاستين 6-7 أشخاص ما أذكرهم عشان ما أنسى حدا، أنا بحترمهم بحبهم وإن شاء الله يطلع العمل. أنا صريت على شكران مرتشى بدور ما في أجمل من هيك، دورها دور كاريس بشار، دور باسم ياقور، أخواننا اللبنانية توني، نيكول، سابا. العمل في حركة بس متعب كتير، جزء كبير منه عم يصور بسوريا وفي سوريين عايشين بلبنان. لا يعني هو مش يعني عمل مختلط، لا هو عمل سوري، مخرج سوري، أنا سوري، ابن سوري، ننسى الأمة العربية واحدة، لا سوري أنا، باسم سوري، مؤلف سوري، سورية، نور، مازن طه سوري، ابن سوري، حمادة المدير إنتاج سوري، ابن سوري، كل العمل سوري. مشاركين معنا شوية أبطال من لبنان.